السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا اليوم موضوع سوف أعلمكم كيف تعالجون أنفسكم إن شاء الله بدون راقي. أيها الراقي، لقد ذهبت لكثير من الرقاة، ربما 10، وبعضهم مشهورون وصادقون، ولكنهم لم يتمكنوا من علاجي. هل هذا يعني أنهم لم يفهموا حالتي؟ نعم، قد يكون فهموا حالتك أخي المبارك ولم يتمكنوا من علاجك، ليس لأنهم لم يفهموا، إنما هم بذلوا جهدهم وبذلوا الأسباب التي أعطاهم الله فقط، ولا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، ليس لأنهم عجزوا، وإنما تقدير العزيز العليم لم يأذن بالشفاء، لأن هناك حكمة ربانية أخرت شفاءك بإذن الله تبارك وتعالى، فربما الله تبارك وتعالى أسجن هذا الجن في جسدك ليصرف السوء عن كثير من المؤمنين، لأنه لو خرج هذا الجن قد يسبب الانتحار لعشرة أشخاص أو 20 شخص وأنت لا تدري، ولكن أنك الله عز وجل سلطه عليك، ولكن أعطاك القوة لتحاربه، لم يغلبك، ولكن أن هناك بعض الأذى والوسواس والألم والأوجاع، ولكنه لم يغلبك، ولكن قد يسلط على أشخاص آخرون قد يغلبهم، لذلك الله عز وجل أسجنه في جسدك بحكمته البالغة وبحكمته التي لا نهاية لها، لذلك فاصبر لحكمة الله تبارك وتعالى، فإنك ستفرح بإذن الله تبارك وتعالى عندما ترى الشفاء بقدرة الله السميع العليم. فماذا عليك في أن تفعل في هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى؟ فاسمع نصيحتي أخي المبارك. ما هو الحل؟ وما هذه النصيحة؟ تعبت ويئست من العلاج. ما هؤلاء الشياطين؟ هل لا يخافون من القرآن؟ بالعكس، يخافون من القرآن ويتأذون، لذلك يخنسون، فقد يكونون أتوا بسحر الموت والانتحار، ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا لك شيئا، وما زلت حيا تعيش على وقد يكون أكثر من شيطان 10 أو 20 شيطان في جسدك، وهم لا يغلبونك، لا يستطيعون يغلبوك، وقد يعجزون عن هذا الأمر، ولا يستطيعون بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأنك موفق ومنصور بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الابتلاء لا يعني أن الله يكرهك أو لا يحبك الله، بالعكس، فإنك مقرب إلى الله تبارك وتعالى بالابتلاء، فإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا ابتلى، فإنك لو كشف لك الحجاب لبقيت ساجدا تشكر الله تبارك وتعالى على هذا الابتلاء. هذا الابتلاء ماذا علمك؟ علمك كيف تصلي الفجر في وقته، علمك كيف تحصن نفسك بأذكار الصباح والمساء، علمك كيف تقرأ القرآن، علمك كثير من الأمور، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن لا تكون أناني، لذلك العلاج علم جعلك متواضعا، جعل نفسك زكية نقية طاهرة مباركة، جعلك تصبر على الأوجاع لتكون رجلا، أو كي تكون امرأة قوية، أو كي تكون إنسانا يحب الخير للناس، لذلك بإذن الله تبارك وتعالى، فهذا الحكمة الإلهية أن الشيطان لا يخافون القرآن، فهذا يعني فكرة غلط بإذن الله تبارك وتعالى، لا تؤمنوا بها ولا تجعلوها في عقولكم إخواني أخواتي، فهي أن تسيء الظن بكتاب الله تبارك وتعالى أنه لا يتأذى به الجن، نعم يتأذى به إيذاء، لذلك يصرخ ويتعب، وهناك من يتعذب عذابا شديدا، لذلك تشعر بالتعب والألم في جسدك، فهذا إيذاء للجن، كلما تأذى بكلام الله تشعر بالألم في جسدك، لأنه يشترك معك في أضلاعك وفي نفسيتك وفي جسدك وفي عقلك، لذلك يكثر عليك الوسواس بعض الأحيان لما تجتهد، لذلك أخي المبارك فاعلم أن لما يتأخر علاجك ولما يكون هؤلاء الشياطين يؤذونك ما زال يؤذونك رغم أنك تقرأ القرآن، فهذا يعني أن حكمة الله أخرت شفائك، لذلك قد تكون طاقة العين والحسد ما زالت في جسدك أخي المبارك، فإذا ما زالت طاقة العين والحسد في جسدك فإن الجن سيبقى قويا في جسدك، فإذا زالت طاقة العين والحسد نهائيا تدريجيا فإن الجن سيخرج بدون رجعة. يا أيها الشيخ، كيف سأخرج طاقة العين وعقد السحر والجسد المتراكم في جسدي بإذن الله؟ طاقة العين والحسد سوف تخرجها ببرنامج قوي، ولكن عليك أن يكون لك هدف، عليك أن تتبع هذا البرنامج شهرين 3 شهور 4 شهور، ولكنك ستخرج طاقة العين والحسد في جسدك بإذن الله تبارك وتعالى. لا تخلط هذا البرنامج وهذا وهذا، اتبع هذا البرنامج المبارك لإخراج طاقة العين والحسد في جسد بإذن الله، سواء كانت عقد العين والحسد أو عقد السحر المتراكم أو عقد العين والحسد المتراكمة في جسدك، سوف تخرج شيئا فشيئا، فاصبر إن وعد الله حق. أخي المبارك سوف تقرأ ما سأقولها لك الآن، سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى ببرنامج قوي، يعني سورة الفلق 11 مرة، سورة الفلق 11 مرة، وتكرر ومن شر حاسد إذا حسد 300 مرة بالسبحة الرقمية، سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى الفاتحة 11 مرة وتكرر
مالك يوم الدين 300 مرة، سوف تقرأ بإذن الله تبارك وتعالى السحر إن الله سيبطله 300 مرة، وتكون لك ختمة في 10 أيام، يعني 6 أحزاب في اليوم، يعني 3 أجزاء في اليوم. فإذا فعلت هذه الطريقة ودومت عليها لمدة 3 شهور 4 شهور، فأبشر بالشفاء، وتخرج منك طاقة العين والحسد، وتزول كثير من العقد. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.